خبيبة، وبعد التحية، ما هي آخر التطورات الميدانية في دمشق مع استمرار القصف على أحياء برزة والقابون ومخيم اليرموك؟ نعم، شكرا لك سيدي. يعني الهمس انبارت منذ الصباح وحتى هذه اللحظة، هي ريف دمشق الغربي أو أقصى الريف الغربي للعاصمة دمشق، وهي إعلان الجيش الحر عن بدء المعركة لتحرير منطقة جبل الشيخ في أقصى الريف الغربي للعاصمة دمشق. استطاع الجيش الحر السيطرة على حافة المغر ومعركتين بي ام بي، واستطاع ايضا تدمير دبابه من نوع 72 بالاضافه الى الاسر 44. نعم، لكن على ذكر حاجز المغر، ما تفاصيل سيطره الجيش الحر على حاجز المغر في جبل الشيخ بريف دمشق؟ نعم سيدي، كما اسلفت، يعني الجيش الحر اعلن عن بدء معركه لتحرير منطقه جبل الشيخ الواقعه في اقصى الريف الغربي للعاصمه دمشق، وبداها بحاجز المغر، هذا الحاجز الذي يقع قرب قريه بيجن وبيت سابر في منطقه جبل الشيخ والقريبه من الجولان المحتل، بالتزامن مع قصف عميق على تلك المنطقتين، على بيت سابر وبيجن، وسقوط حتى هذه اللحظه شهيدين في بلده بيجن وشهيد في بلده بيت سابر، بالاضافه الى 25 جريحا في تلك المنطقه، بالاضافه الى 44 شبيحا من عناصر جيش النظام، بالاضافه ايضا تدمير عربتين بي ام بي ودبابه من نوع 72، ايضا اشتباكات عنيفه دارت في منطقه صعصع التابعه لمحافظه القنيطره في نصفها والنصف الاخر التابع لمحافظه ريف دمشق الغربي، ومعلومات غير مؤكده حتى هذه اللحظه بسيطره الجيش الحر بشكل كامل على جبهه صعصع الواقعه على ريف دمشق الغربي، بالاضافه الى قيام الجيش الحر باستهداف بالهاون الثقيل معيار 180 البوي 137 الواقع في مزرعه النفور في ريف دمشق الغربي. اما بالانتقال الى احياء دمشق الشرقيه وخاصه حي جبل وحي برزه وحي القابون، لا زالت اشتباكات عنيفه تدور على محور شبكه التجنيد في حي جبر الدمشقي، وتدمير دبابتين من نوع 72 ايضا من الجهه الشماليه، ايضا من جهه المتحلب الجنوبي من جهه حي جبر الدمشقي، بالاضافه الى قصف عنيف تقوم به قوات النظام على حي القابون من الدبابات المتمركزه على اسره حمص دمشق الدولي، وايضا على حي برزه، بالتزامن مع تدمير الجيش الحر لعربتين، واحده من نوع بي ام بي من جهة. نعم. طيب خبيب، إذا تحولنا إلى الأوضاع الإنسانية، بالطبع هناك أوضاع إنسانية صعبة، هناك نقص في المحروقات ونقص في المستلزمات الطبية والغذائية، ماذا عن الأوضاع الإنسانية للمدنيين في المناطق المحاصرة خاصة في حمص وغيرها؟ نعم سيدي، يعني في حمص والاحياء المحاصره واحياء حمص القديمه لا زال الاف من الناس والاف من المدنيين محاصرون في داخل حمص القديمه، جيش النظام يقوم بحمله همجيه شرسه مترافقه بقصف من طيران الميج من نوع 23 وايضا صواريخ الارض اضع تلك المنطقه دخول او خروج الاحياء القديمه خاصه. خبيب عمار مراسل شبكه سوريا مباشر، شكرا جزيلا لك.